نشوف مع بعض كده مراجعة الستارز والبلانتس اللي هي الكواكب والنجوم. طبعا بنقول مرة تانية إن الستارز they are lightning bodies emit heat and light، يعني هي أجسام مضيئة بتشع ضوء حرارة in the space في الفضاء. الأجسام المضيئة دي لها أحجام مختلفة، لها أحجام مختلفة with different size، يعني في منها البيج وفي منها السمول وفي منها البيج وفي منها السمول وفي منها الميديوم. ممكن نكتب بدل كلمة lighting نكتب shining، يعني lightning means shining أو means bright. يبقى lightning أو shining أو bright بتعني كلمة لامع. يبقى مرة تانية إيه هي النجوم؟ يبقى they are lightning bodies emit heat and light with different size in the space. الهيوج star أو البيج star seem smaller، يبقى البيج ستار بتبدو ليه بالنسبة لي صغيرة، يبقى هنقول هنا because they are very far away from us، لأن هي بتكون بعيدة عننا آلاف المسافات، أو they are very distant from us. برضو سؤال تاني، لو جالنا ليه الطيارة الكبيرة أو الفلاينج ايروبلين seem smaller than standing ايروبلين؟ Because the flying aeroplane is very far away from us، لأن الطيارة الكبيرة بتكون بعيدة عننا أو بعيدة عن الأرض. النقطة دي كده مفهومة، يبقى الأجسام الكبيرة كل ما بعدت كل ما بانت بالنسبة لي صغيرة. وشبهناها لكم لما بتيجوا قاعدين في الدور العاشر ونبص على العربيات نلاقيها صغيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا محمد؟ أنا بس النهارده أنا برا هسمع بس الحس. حاضر تمام. ما اسألكش يعني؟ معكش الكتب؟ لا أنا برا خالص. طب أنا هراجع على الترم الأول يا محمد، الفترة اللي أنت موجود معايا فيها، وشوف ظروفك في متابعة الحصة بقى. يعني أنا كده براجع على الترم الأول، وبعد كده إن شاء الله لو في وقت هنراجع على الترم التاني. ماشي. بنقول مرة تانية يا محمد، كنا بنراجع عن الستارز والبلانتس والمونز اللي هو lesson 1 from unit 2. الستارز they are self shining bodies emit heat and light with different size، يعني هي أجسام مضيئة بتشع ضوء حرارة من تلقاء نفسها. بيقولي give reason الستارز seem look very small، ليه النجوم الكبيرة بتبدو بالنسبة لي صغيرة؟ because they are very far away from us، لأن هي بعيدة عننا آلاف المسافات. برضو ليه الشمس بتبدو كبيرة؟ أو sun is medium size star but it seem larger than from any star because it is the nearest star to us، لأن هي أقرب نجم بالنسبة لي. المجموعة الشمسية قلنا بتشمل عدة أشياء، أول حاجة فيها اللي هي الصن الشمس، وعرفنا ان الشمس بتعتبر النجم المجموعة الشمسية الستارز of solar system، والايت بلانتس ودي دارك بادي، ودي قلنا بتشمل 8 كواكب. في كمان المونز اللي هي الاقمار، ودي اجسام معتمة تعكس ضوء الشمس. والسيليشيال بادي معناها أجسام فضائية أو أجسام كونية، ودي بتشمل الاسترويدز اللي هي الكويكبات. بتشمل كمان عندنا حاجة اسمها الكوميتس المذنبات، بتشمل الموتورز الشهب الأجسام اللي بتحترق وهي جاية لغلاف الجوي، وفي عندنا حاجة اسمها الموتورايتس اللي هي النيازك، ودي بتسقط على سطح الأرض علشان ممكن لا تحترق بفعل الغلاف الجوي. يبقى المجموعة الشمسية مرة تانية Sun، الايت بلانتس، المونز، السيليشيال بادي، بتشمل السيليشيال بادي الاسترويدز والكوميتس والموترز والموترايتس. لو جالنا بقى في الامتحان it includes Sun،
eight planets ومون وسليشيال بادي هكتب له الكلمه دي سولار سيستم اللي هي المجموعه الشمسيه. سميناها مجموعه ليه؟ عشان فيها عده اجسام. السان يعتبر النجم بتاعنا واكبر جسم. البلانتس المونز السيليشيال بادي. نتكلم شويه عن الشمس او وات از مينت باي سان. السان از ذا سنتر اوف ذا سولار سيستم. يعني السان موجوده في مركز المجموعه الشمسيه. ات لايز ات ذا سنتر اوف سولار سيستم. السان شايني بادي. ولو جالنا في الامتحان السان ايمت ولا ريفلكت ولا دونت ليد لايت يبقى السان هنا ايمت. emit يعني بتطلع بتنتج ضوء. يبقى كلمة emits معناها بتبعث ضوء أو بتخرج ضوء. يبقى كلمة emit لها radiate أو emit. السن emit heat and the light so it is a star. لو جالنا برضو سؤال في الامتحان ليه الستار أو ليه السن. نعم أي محمد سامح ترمي أول كده. احنا كده ترم اول بنراجع الدرس الاول في الوحده الاولى في الوحده الثانيه اسف. يبقى هنا عندنا لو جالنا سؤال بقى في الامتحان give reason السان از ستار بيكوز ات امت heat and the light. هنكتب الجملة دي بقيت emit heat and ايه light بتشع ضوء وايه وحرارة. المعلومة الثالثة عن الشمس أو الرابعة إن nearest star to us هي أقرب نجم بالنسبة لي. بيقولوا إن الشمس لسه من نجوم المتوسط الحجم. طبعا في مراحل إن الشمس ممكن تزداد الحجم بعد كده. يبقى السان نيرست ستار سو ات سو ات ابيرز بيج فروم ان ستار ابيرز بيج فروم ان ستار. نمبر اي السان از ذا ستار اوف سولار سيستم. يعني السان هي النجم بتاع المجموعه الشمسيه. السان از ميديوم سايز ستار نجم متوسط الحجم. السان بيجست بادي ان ذا سولار سيستم. بنلخصهم في كلمتين السان in the center of solar system السان star emit heat and the light السان nearest star to us. جويا أعيد تاني لا تمام لغاية كده فاهمة ما معنى الشمس نجم متوسط قريبة مننا بتشع ضوء وحرارة. مريم او مريم في عندنا مريمتين لحد منكم مش فاهم يقول عيد تاني. لا يا مستر كله تمام تمام لا مستر احنا خالص تمام يا مريم ماشي. طيب الاسئله نعم لو في الكتاب عندك صفحه صفحه 92 يا محمد بدينا كده في 93 السؤال الأولاني بقى ليه السان از ستار بيكوز ات ايميت هيت اند لايت بتشع ضوء وحرارة. بالرغم من إن السان از ميديوم سايز ستار بات ات سيم بيجست تو أس يعني بالرغم من الشمس نجم متوسط الحجم ولكن بتكون أكبر من أي جسم آخر أو أكبر من أي نجم آخر because it is the nearest star to us. الجزء الثاني في المجموعة الشمسية بعد دراستنا للشمس هناخد ممكن بقى في سؤال في صفحة 93 نحله. Our shiny celestial body هنكتب star في الكتاب يبقى أول حاجة عندنا هنكتبها star. مستر أجاوب على تاني واحدة؟ اتفضلي يا مارين جاوبي على تاني واحد. Stars emit heat and light. برافو emit heat and light. Heat. ينفع اقول انها مستر التانية؟ قول يا جوي. Very far. برافو عليك. النجوم الكبيرة بتبدو صغيرة يبقى ممكن نقول they are very distant أو very far.
يبقى هنا very far بعيدة عننا. Turn your page، هنقلب بقى الصفحة مع بعض كده، ناخد بعد كده الكواكب. الكواكب عندنا في 8 planets، وال 8 planets دول rotate around the sun in fixed orbit. لما نيجي نعرف في البلانت بنقول they are dark body revolve around the sun in fixed orbit، يعني هي أجسام بتدور حول الشمس في مدارات ثابتة أو مدارات بيضاوية، يعني المدار بيبقى عامل زي البيضة كده بالشكل ده، والمدار التاني وهكذا أهو. يبقى دي مدارات الإيه؟ الكواكب. كان احنا شفنا فيديو على حركة الكواكب حوالين الشمس. أول حاجة عندنا في الكواكب عطارد ميركوري، وده بنقول عليه nearest planet and hottest planet، أو بنعتبره من ال smallest وال nearest وال hottest، يعني يعتبر أسخن كوكب من الكواكب الساخنة. فينوس most beautiful planet، وده بنعتبره كمان second planet. Earth planet which we live on at Mars red planet. Jupiter اللي هو بنقول عليه باسم الكوكب الكبير او اكبر كوكب. Saturn زحل، وده colored ring has colored ring. Uranus اللي هو بنقول عليه called planet. Neptune blue planet. يبقى نعيدهم تاني: Mercury Venus Earth. مستر احنا لسه في 93 يا مستر؟ احنا في 95 يا محمد. كده في الصورة اللي قدامك. يبقى ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، اورانوس، نبت. مريم هاني ممكن تقرا لي الكواكب؟ هيا مريم. يلا مريم. اتفضلي. ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، ساتر، أورينوس، أورينوس، طيب يلا قري لي الصفات. الميركوري اسمه ايه؟ smallest planet. تحتيها هي في الشاشة قدامك اهي. smallest planet. فينوس ها beautiful. beautiful planet. طيب الأرث. We live in it. بنعيش جواه. المارس ها red red planet. Mercury biggest biggest. Jupiter biggest. ها Saturn ها colored ring. هاي colored ring. Uranus دي اسمها هي مريم ها. Coldest planet. Neptune. Blue planet. Blue far. Blue far. Bravo يا ماي. Bravo. شكرا. ممتازة. الله ينور عليك. يبقى هنا عرفنا الكواكب مرة تانية. قلنا فيها 8 كواكب أو 8 planets. ال 8 planets دي بتشمل ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، اورينوس، نبتون، وبالاضافه عندنا الى كوكب بلوتو بس اتشال من المجموعه الشمسيه. طب اما نيجي بقى نقول ترتيب الكواكب حسب الحجم according the size. نمبر 1 جوبيتر، نمبر 2 ساترن، نمبر 3 اورينوس او اورانوس، نمبر 4 نبتون، نمبر 5 ايرث، نمبر 6 فينوس، نمبر 7 مارس، نمبر 8 ميركوري. يبقى يعتبر اصغر كوكب في الكواكب هو ميركوري، يليها الكوكب المارس، يليها فينوس توأم الارض، يليها ايرث في الحيث الحجم، وبعد كده ده من الصغير للكبير. من الكبير للصغير جوبيتر، ساترن، اورانوس، نبتون، ايرث، وبعدين فينوس، وبعدين مارس، وبعدين ميركوري. طب اسمع كده بقى جويا تقول لي تعريف البلانت يا جوجو.
They are dark bodies revolve around the sun in fixed orbits. برافو عليكي يا جاي. يبقى هنا they are dark body that revolve around the sun in fixed orbit, في مدار ثابت. وطبعا ربنا عامل مدارات ثابتة علشان كل كوكب يبقى عارف المكان اللي هيمشي فيه، وبالتالي الكواكب ما تصطدمش ببعضها. ترتيب الكوكب مرة تانية: ميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، اورانوس، نبتون. يبقى ده ترتيب الكواكب حسب البعد عن الشمس. طب حسب الحج، جوبيتر، وبعد جوبيتر عندنا في جوبيتر، ساترن، اورانوس، نبتون، ايرث، فينوس، وبالاضافه الى ميركوري ده اصغر كوكب. نعيد بقى سمات كل كوكب. اقرب كوكب نيرست بلانت ده ميركوري، فارزست بلانت ده نبتون، بيجست بلانت ده جوبيتر، سمولست بلانت ميركوري، بلانت ويتش نير تو ايرث، فينوس ومارس. مريم تقرا لي بقى يلا ال أنا يا مستر؟ آه تفضلي يا مالي. ها. The nearest planet to the sun is Mercury. The first planet to the sun is Neptune. The biggest planet is Jupiter. The برافو. Smallest is Mercury. The Earth is between Venus and Mars. برافو عليك يا مالي. تمام. في بقى صفات تانية للكواكب مع بعض. إيه هي الصفات بتاعت الكواكب؟ لأن إن من ضمن صفات الكواكب اللي ممكن تميزها عن كوكب أو من كوكب لآخر، قلنا ميركوري هنسميه. أيوه مصدر ينفع أقراها؟ هتقراها يا محمد اتفضل. صفحة 97. لك يا جوري عم 97. هنا عاملة إيه؟ الحمد لله يا مستر. تمام. وجوري أخبارك إيه؟ مستر أنا جبت الكتاب. الكتاب الجديد؟ تمام كويس. ميركوري the nearest planet to the sun. تمام. Venus the most beautiful planet Earth. The planet where we live. It is a water planet because water occupies most of it. تمام. ها Mars is a red planet because it has rocks contain iron metal. Bravo. Jupiter, Tame. The biggest planet, it is again. Bravo. Tame. Mister, هو احنا ده الترم اول ولا تاني؟ ده ترم اول كده. The planet which has colored rings around it. تمام. أورانوس the cold planet. نبتون the blue planet. برافو عليك. تمام. ازيك يا جوري عامل ايه؟ شكرا يا محمد. تمام. احنا بنراجع كده يا جوري الترم الاول، بنراجع lesson 1 في يونت 2 ان شاء الله. الجزء اللي بعد كده يبقى زي محمد ما قرأ لنا. مشكورا. الميركوري نيرست بلانت يعتبر اقرب كوكب بالنسبه لنا، او اقرب كوكب بالنسبه للشمس. ده بنقول عليه باسم ميركوري. الكوكب الثاني فينوس، موست بيوتفول بلانت، اجمل كوكب. الارث ذا بلانت ويتش وي ليف اون ات، الكوكب اللي احنا بنعيش فيه، وبنسميه كمان ووتري بلانت. ووتري بلانت بيكوز ذا ووتر اكيوباي موست اوف ذم. المارس بنسميه باسم الريد بلانت اللي هو الكوكب الاحمر. واتفقنا كمان ان احنا عندنا جوبيتر بنعتبره بيجست بلانت، اكبر كوكب بالنسبه لي. ساترن يعتبر ذا بلانت ويتش هاف كولرد رينجز. اورانوس يعتبر كولدست بلانت. نبتون يعتبر بلو بلانت. وحلينا اسئله كتير، ممكن يقول لي بلو بلانت مين، بيجست بلانت مين، فارزست بلانت. يبقى كل الاسئله دي ابقى عارف الاجوبه بتاعتها. طب اما نيجي ننتقل ل النجوم الكبيرة بتبدو صغيرة، اتفقنا عليها لأن هي they are very far away from us. العلماء طلعوا بلوتو من التصنيف علشان حجمه صغير جدا، less than one fifth of the earth، يعني أصغر
من خمس حجم كوكب الأرض. آخر حاجة في الدرس ده اللي هو المون، ليه ثلاث معلومات. أول حاجة فولور بلانت، بيدور حوالين الكواكب. الحاجة الثانية إن هو ريفلكت سان لايت، بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه عشان كده بيبدو مضيء. الحاجة الرابعة الثالثة إن هو نيرست نيبور، أقرب جار بالنسبة لي في المجموعة الشمسية. جوري أسمع صوتك كده بالنسبة للمون. Three or four planets and revolve around the planets. تمام. Moons or bodies reflect the sunlight and so it seems shiny. The moon is the nearest to us space. Neighbor to space. تمام. لو جانا بقى في الامتحان ليه المون دارك بادي ولكن بشوفه لامع؟ Because it reflects the sunlight. برافو عليك يا جوري، it reflects the sunlight. طبعا في بقى عدد الكواكب اللي موجودة عندنا في الكتاب دي للاطلاع أو for illustration. يعني مثلا عندكم الأرث فيها واحد، عندكم مثلا المارس فيها اثنين، جوبيتر فيها 62 قمر، ساترن 60، أورينوس 27، نبتون 13. دي كلها بنقول عليها للاطلاع لو حبينا نقراها، مش هتجيلنا أسئلة كتير عليها في الامتحان. عايزين تراجعوا حاجة تانية ولا نحل امتحان؟ نحل امتحان. تمام، واقفين عند الامتحان الكام؟ ها ثانية. مريم وجويا والناس اللي كانت متابعاني، نبدأ في الامتحان الكام؟ كنا بتهيألي واقفين في 24. أنا واقفين عند الامتحان 24؟ يا مستر احنا في امتحان حلينا نصه وما كملناش الباقي. رقم كام يا جويا؟ 25، حلينا حتة وسبنا الباقي. يعني هنحل 110، طب نحل من أول 109. احنا هنحل من أول 111 يا مستر. 111، يعني حلينا 109 و110 مش كده؟ تمام. طيب نحل 111 وبعد كده لو خلصنا نجيب الملزمة اللي ايه اللي انا مديها لكم المرة اللي فاتت. طيب نبدأ كده مع بعض. ينفع انا اقول واحد؟ اتفضل يا محمد. طبعا. The earth is liquid between Mercury and Venus. غلط. The earth located between Venus and مين؟ Venus and Mars. برافو يا محمد. يبقى أول سؤال عندنا هيبقى الإجابة عندنا خطأ. دي صفحة 111. صفحة 111 يا جوري في كتاب الامتحانات. يبقى هنحل أول واحدة محمد قال لنا عليها اللي هي هتبقى الإجابة هنا خطأ. هو طبعا مش طالب هنا إيه تصحيح. طيب السؤال الثاني رقم 2. أنا يا مستر. يلا تفضل يا مار. The graded cape used to measuring the length. صح. تمام، رقم 2 هتبقى صح. 3 يلا يا جويا. 3 غلط. 3 أورينوس is the red planet. مين اللي red planet؟ مارس. برافو عليك، إجابة كده غلط. تبقى أنت مجاوبة وأنت واثقة من إجابتك. السؤال الرابع يلا جوري. طيب جوري راحت تجيب الكتاب. ماريا مستر ممكن أجاوبها؟ قولي يا ماريا. صح يا مستر. مريم السؤال الرابع chemical change change in structure. صح. صح. تمام، برافو يا ماري. أربعة عندنا صح. تمام، يبقى كده هنجاوب السؤال الرابع نعمل عليه صح. نمبر 5 نشوف جوري جات ولا لا. طب هنا يلا هنا السؤال الخامس. هنا There is a big number of colored rings which rotate around
Saturn planet صح صح تمام بيوجد عدد من الحلقات بيحوط بساترن طبعا واخدين كوكب ساترن بيتميز بوجود colored ring يبقى العبارة دي نمبر 5 هنقول عليها صح السؤال السادس جولي جات هي جابت الكتاب فضلي جوجو رقم 6 صفحة 111 على ماشي Mercury is element is solid metal. Mercury بيكون صلب. صح. Mercury ركزي ها. ولا أسا. Mercury بيكون liquid. معنا واخدينه من العناصر اللي بتكون liquid. يبقى ده غلط. طيب. السؤال اللي بعده يا جوري جاوبيه انت جاوبتيه قبل كده. زي نيمو انا مش لاقيه ها مستر معلش انا مش لاقيه الكتاب بالاسئله بتاعها دلوقتي طيب ماشي خلاص ما فيش مشكله زنيم تمام ها زنيم اوف ذا تول ايه اسم الاداه ايه اسم الاداه اللي قدامنا دي نشوف محمد وهب الله طبعا مش هيشاركني لان معهوش الكتاب مش كده يا محمد طب محمد ماشي محمد وهب الله كده شوف الشكل ده كده قدامك على الكاميرا اهو الشكل اللي قدامك ده اسمه ايه؟ فين يا مستر؟ هوريهولك اهو ده اسمه ايه يا محمد وبيستخدم في ايه؟ أتوكا أتو بان بانس برافو عليك بيستخدم في ايه؟ في ايه الطماطم والفاكهة وكده يعني نقول ميجر زنيم ميجر زنيم تمام يا محمد شكرا نشوف بقى هنا يبقى احنا الإجابة اللي قالها محمد يبقى في السؤال الأولاني اسم الأداة هنكتب أول حاجة عندنا في الأداة دي اسمها زنيم يبقى تو بين بالانس او كومون بالانس الاداه دي بتستعمل تو ميجر هنكتب ماس ام اي اس اس يا مستر عادي ممكن تكتبها بيج ماسز صح ادق برافو ده انت لو كتبتها بيج ماسز يبقى ممتازه كمان اهي بيج ماسز السؤال اللي بعده يلا يا جويا اتفضلي بيقول لي هنا عندنا بوينت اوف كومباريزون عايزين اللاستر في الميتال والنون ميتال هنكتب ايه في الميتال والنون ميتال الميتال هاف لاستر والنون ميتال نو هاف لاستر برافو يبقى هنكتب في الاولانيه هاف لاستر وممكن نكتب كمان شايني قربين والتانية نان ميتال طبعا نوت شايني مريم هاني اتفضلي السؤال التاني يا مريم المثال على الميتال ايه يا مريم اي مثال على الميتال مستر ممكن اقول؟ ثواني ندي مريم هاني شاين يا مستر شاين عايز مثال يا مريم الحاجة اللي بنلبسها في ايدك لا اكزامبل اكزامبل اللي انت ماسكاه اللي لابساه في ايدك ده الخاتم ده مصنوع من ايه؟ الذهب الذهب تمام جولد برافو وممكن نكتب كمان مثال السيلفر صح كده؟ هو النون ميتال جولد وود لا النون ميتال بقى كربون لان الوود مش ما بيعتبرش ميتال كربون او فوسفورس او ممكن نكتب كمان سلفر طب ايه الحاجه اللي بتخش المطبخ تلاقيها يا مريم؟ حاجه
عارفة. الحلة المصنوعة من ايه؟ ألمونيوم. ألمونيوم، برافو عليك. تمام كده احنا خدنا المثال، كتبنا اكتر من مثال وعايز مثال واحد. اسمع هنا، dark body revolve around the sun in fixed orbit. السؤال الرابع. ها planets. planets، برافو هانا، مستواك كل يوم بيزيد، الله ينور عليك، ممتاز. planets. رقم اثنين، اقول لك السؤال يا جوي وانت تجاوبيه يا جوري. يا مستر. تمام. simplest form of matter cannot decompose into simpler form. ابسط شكل من الماده ما اقدرش احوله لماده ابسط منها. ها الدرس الثالث اوله element. برافو element، صح كده element. تمام. رقم ثلاثة او question number 3، the change in the appearance of matter without a change in the structure. اسمع محمد رامون. ها كيميكال. برافو يا محمد، كيميكال. تمام صح كده، كيميكال تشينج. محمد وهب الله، اقول لك السؤال ممكن انت تقدر تجاوبه. substance that have definite shape and definite volume. مادة لها شكل وحجم ثابت. السوليد. برافو عليك، السوليد، برافو. مريم ها رقم ستة. The biggest planet in the solar system, Jupiter. Jupiter، برافو يا مريم، Jupiter، صح كده. يبقى هنكتب في السؤال السادس Jupiter. question number B، what happened when putting a bottle of water in freezer؟ يا مستر في سؤال تاني. انا سبت ايه؟ سبت خمسة. سبت ستة، سوري ده خمسة، معلش. رقم خمسة؟ تمام ده Jupiter. ستة، سوري. برافو يا جوي، يلا جاوب السادس يا جوي. ها the amount of matter in object. mass. تمام. جوري ها what happened putting a bottle of water in freezer. It will change from liquid state to solid state. برافو عليك يا جوري، يبقى هنا water change to solid. مستر هي برضه ممكن تكون the water change to ice. برافو صح كده، انا لسه هكتبها water change to ice. احنا قلنا في what happened مفيش اجابه ثابته، ممكن نكتب water change to ice، ممكن نكتب liquid state change to solid by cooling. كل دي اجابات صح، يبقى water change to ice by cooling. اسمع هنا، يلا السؤال اللي بعده يا هنا. روتيشن اوف ايرث. شفنا حاجه كده تقريبا سي اللي هو هاف لاستر، وحضرتك كنت كاتب ما بين قوسين شايني. وحضرتك كاتب بقى جنبه نوت شينج. نوت تمام، يعني هنا شايني، هنا نوت شايني، هنحط ان. برافو عليك يا جوري. بحب الناس اللي ايه. تمام، يبقى هنا نوت شايني. تمام، نوت شايني او نوت شاينينج، الاثنين برضو ايه صح. طيب السؤال اللي بعده، وات هابن، الدور على مين؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده. مريم هاني، تقدر تجاوب لنا السؤال ده؟ لو الارض دارت حوالين نفسها، يعني لو الارض دارت حوالين نفسها بيعمل ايه؟ طيب مستر ممكن اقولها؟ قولي sequence of day and night. sequence of day and the night. تمام، لو الارض دارت حوالين محورها بتعمل sequence of day and the night. محمد كان رافع ايده. تمام يا محمد، شكرا. sequence of
day and the night. بس رفعت ايدي عشان اجاوب على السؤال اللي قبلي. تمام ماشي يا محمد. طيب اسالك سؤال بقى، هقول لك حاجه تقول لي كيميكال ولا فيزيكال. ميلتنج ايس، ها نمبر سي. ميلتنج ايس يبقى طبعا ده فيزيكال. تمام. يلا يا جويا، ها السؤال الثاني. Burning of wood. Burning of wood. Chemical exchange. Bravo. تمام. جوري. Iron rust. No. Iron rust. Chemical exchange. Chemical exchange. كده هتدوخ. أي يا محمد. Sorry أنا.